فرسان الإسلام قناة رائعة تقدم لكم سير العظماء والأبطال والفرسان في التاريخ الإسلامي. رجاء الاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله. خرج أهل المدائن أفواجا يستقبلون واليهم الجديد الذي اختاره لهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. خرجوا تسبقهم أشواقهم إلى هذا الصحابي الجليل الذي سمعوا الكثير عن ورعه وتقاه، وسمعوا أكثر عن بلائه العظيم في فتوحات العراق. وإذا هم ينتظرون الموكب الوافد أبصروا أمامهم رجلا مضيئا يركب حمارا على ظهره أكاف قديم، وقد أسدل الرجل ساقيه وأمسك بكلتا يديه رغيفا وملحا وهو يأكل ويمضغ طعاما. وحين توسط جمعهم وعرفوا أنه حذيفة بن اليمان الوالي الذي ينتظرون، كاد صوابهم يطير، ولكن فيما العجب؟ وماذا كانوا يتوقعون أن يجيء في اختيارهم؟ الحق أنهم معذورون، فما عهدت بلادهم أيام فارس ولا قبل فارس ولاة من هذا الطراز الجليل. وصار حذيفة والناس محتشدون حوله وحافون به، وحين رآهم يحدقون فيه كأنهم ينتظرون منه حديثا ألقى على وجوههم نظرة فاحصة ثم قال: إياكم ومواقف الفتن. قالوا: وما مواقف الفتن يا أبا عبد الله؟ قال: أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الوالي أو الأمير فيصدقه بالكذب ويمتدحه بما ليس فيه، وكان استهلالا بارعا بقدر ما هو عجيب. واستعاد الناس نفورهم ما سمعوه عن واليهم الجديد من أنه لا يمكث في الدنيا كلها ولا يحتقر من نقائصها شيئا أكثر مما يمكث النفاق ويحتقره. وكان هذا الاستهلال أصدق تعبير عن شخصية الحاكم الجديد وعن منهجه في الحكم والولاية. فحذيفة بن اليمان رجل جاء الحياة مزودا بطبيعة فريدة تتسم ببغض النفاق وبالقدرة الخارقة على رؤيته في مكامنه البعيدة. ومنذ جاء هو وأخوه صفوان في صحبة أبيهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتنق ثلاثتهم الإسلام، والإسلام يزيد موهبته هذه ضوءا ونورا. فلقد عانق دينا قويا نظيفا شجاعا قويما يحتقر الجبن والنفاق والكذب، وتأدبه على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح كفلق الصبح، لا تخفى عليهم من حياته ولا من أعماق نفسه خافية، صادق وأمين يحب الأقوياء في الحق ويمكث الملتوين والمرائين والمخادعين. فلم يكن هناك مجال ترعرع فيه موهبة حذيفة وتزدهر مثل هذا المجال في رحاب هذا الدين وبين يدي هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ووسط هذا الرعيل العظيم من الأصحاب. فلقد نمت موهبته فعلا أعظم نماء، وتخصص في قراءة الوجوه والسرائر، يقرأ الوجوه في نظرة ويبلو الأعماق المستترة والدخائل المخبوءة في غير عناء. ولقد بلغ من ذلك ما يريد حتى كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه هو الملهم الفطن الأريب، يستدل برأي حذيفة وببصيرته في اختيار الرجال ومعرفتهم. ولقد أوتي حذيفة من الحصافة ما جعله يدرك أن الخير في هذه الحياة واضح لمن يريده، وإنما الشر هو الذي يتنكر ويتخفى. ومن ثم يجب على الإنسان الذكي
أن يعني بدراسة الشر في مآتيه ومظانه. وهكذا عكف حذيفة رضي الله عنه على دراسة الشر والأشرار والنفاق. يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخن؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي، ويهتدون بغير هدي، وتعرف منهم وتنكر. قلت: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رأيتم قوله: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لقد عاش حذيفة بن اليمان مفتوح البصر والبصيرة على مآت الفتن ومسالك الشرور ليتلافاها وليحذر الناس منها. ولقد أفاء عليه هذا بصرا بالدنيا، وخبرة بالناس، ومعرفة بالزمن. وكان يدير المسائل في فكره وعقله بأسلوب فيلسوف وحصافة حكيم وذكاء عبقري. يقول رضي الله عنه: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم فدعا الناس من الضلالة إلى الهدى، ومن الكفر إلى الإيمان، فاستجاب له من استجاب، فحيا بالحق من كان ميتا، ومات بالباطل من كان حيا. ثم ذهبت النبوة، وجاءت الخلافة على مناهجها، ثم يكون ملكا عضوضا، فمن الناس من ينكر بقلبه ويده ولسانه، أولئك استجابوا للحق، ومنهم من ينكر بقلبه ولسانه كافا يده، فهذا ترك شعبة من الحق، ومنهم من ينكر بقلبه كافا يده ولسانه، فهذا ترك شعبتين من الحق، ومنهم من لا ينكر بقلبه ولا بيده ولا بلسانه، فذلك ميت الأحياء. ويتحدث عن القلوب وعن حياة الهدى والضلال فيها، فيقول: القلوب أربعة: قلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب مصفح فذلك قلب المنافق، وقلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب فيه نفاق وإيمان. فمثل الإيمان كمثل شجرة يمدها ماء طيب، ومثل النفاق كقرحة يمدها قيح ودم، فأيهما غلب. وخبرة حذيفة بالشر وإصراره على مقاومته وتحديه أكسبا لسانه وكلماته شيئا من الحدة، وينبئ هو بهذا في شجاعته: جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن لي لسانا ذريبا على أهلي، أي ثقيلا عليهم، حادا في مخاطبتهم، وأخشى أن يدخلني النار. فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: فأين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. هذا هو حذيفة عدو النفاق، صديق الوضوح، ورجل من هذا الطراز لا يكون إيمانه إلا وثيقا، ولا يكون ولاؤه إلا عميقا. وكذلك كان حذيفة في إيمانه وولائه.
لقد رأى أباه المسلم يسرع يوم أحد وبأيدي المسلمة قتلته خطأ وهي تحسبه واحدا من المشركين. وكان حذيفة يتلفت مصادفة فرأى السيوف تنوشه فصاح في دار ذيه: أبي أبي إنه أبي. لكن القضاء كان قد حسم، وحين عرف المسلمون تولاهم الحزن والوجول، لكنه نظر إليهم نظرة إشفاق ومغفرة وقال: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم انطلق بسيفه صوب المعركة المشبوبة يبلي فيها بلاءه ويؤدي واجبه، وتنتهي المعركة ويبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر بالدية عن والد حذيفة حسين بن جابر رضي الله عنه، ويتصدق بها على المسلمين، فيزداد الرسول صلى الله عليه وسلم حبا له وتقديرا. وإيمان حذيفة وولاؤه لا يعترفان بالعجز ولا بالضعف، بل ولا بالمستحيل. في غزوة الخندق وبعد أن دب الفشل في صفوف كفار قريش وحلفائهم من اليهود، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف على آخر تطورات الموقف هناك في معسكر أعدائه. كان الليل مظلما ورهيبا، وكانت العواصف تزأر وتصخب كأنما تريد أن تقتلع جبال الصحراء من مكانها، وكان الموقف كله بما فيه من حصار وعناد وإصرار يبعث على الخوف والجزع بل والرعب. وكان الجوع المدني قد بلغ مبلغا وعرا بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن يملك في هذا الوقت الرهيب القوة، وأي قوة ليذهب وسط مخاطر حالك إلى معسكر الأعداء ويقتحم أو يتسلل داخله ثم يبلو أمرهم ويعرف أخبارهم؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سيختار من أصحابه من يقوم بهذه المهمة البالغة الصعوبة. ترى من يكون البطل؟ إنه هو حذيفة بن اليمان. دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم فلبى، ومن صدقه العظيم يخبرنا وهو يروي النبأ أنه لم يكن يملك إلا أن يلبي، مشيرا بهذا إلى أنه كان يرهب المهمة الموقولة إليه ويخشى عواقبها والقيام بها تحت وطأة الجوع والصفيع والإعياء. الذي خلفهم فيه حصار المشركين شهرا أو يزيد، وكان أمر حذيفة تلك الليلة عجيبا، فقد قطع المسافة بين المعسكرين واخترق الحصار وتسلل إلى معسكر قريش، وكانت الريح العاتية قد أطفأت نيران المعسكر، فخيم عليه الظلام، واتخذ حذيفة رضي الله عنه مكانه وسط صفوف المحاربين. وخشى أبو سفيان قائد قريش أن يفاجئهم الظلام المتسللين من المسلمين، فقام يحذر جيشه، وسمعه حذيفة يقول بصوته المرتفع: يا معشر قريش، لينظر كل منكم جليسه وليأخذ بيده وليعرف اسمه. يقول حذيفة: فسارعت إلى يد الرجل الذي بجواري وقلت له: من أنت؟ قال: فلان ابن فلان. وهكذا أمن وجوده بين الجيش في سلام. واستأنف أبو سفيان نداءه إلى الجيش قائلا: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلكت الكراع أي الخيل والخف أي الإبل، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم نهض فوق جمله وبدأ المسير، فتبعه المحاربون
يقول حذيفة: لولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ألا تحدث شيئا حتى تأتيني لقتلته بسهم. وعاد حذيفة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر وزف البشرى إليه. ومع هذا فإن حذيفة يخلف في هذا المجال كل الظنون، ورجل الصومعة العابد المتأمل لا يكاد يحمل سيفه ويقاتل جيوش الوثنية والضلال حتى يكشف لنا عن عبقرية تبهر الأبصار. وحسبنا أن نعلم أنه كان ثالث ثلاثة أو خامس خمسة، كانوا أصحاب الصف العظيم في فتوح العراق جميعها، وفي همدان والري والدينور تم الفتح على يديه. في معركة نهاوند العظمى حيث احتشد الفرس في 150,000 مقاتل، اختار عمر لقيادة الجيوش المسلمة النعمان بن مقرن، ثم كتب إلى حذيفة أن يسير إليه على رأس جيش من الكوفة. وأرسل عمر إلى المقاتلين كتابه يقول: إذا اجتمع المسلمون فليكن على كل أمير جيشه، وليكن أمير الجيوش جميعها النعمان بن مقرن، فإذا استشهد النعمان فليأخذ الراية حذيفة، فإذا استشهد فجرير بن عبد الله وهكذا مضى أمير المؤمنين يختار قواد المعركة حتى سمى منهم سبعة. والتقى الجيشان، الفرس في 150,000 والمسلمون في 30,000 لا غير، وينشب قتال يفوق كل تصور ونظير، ودارت معركة من أشد معارك التاريخ فدائية وعنفا، وسقط قائد المسلمين قتيلا، سقط النعمان بن مقرن. وقبل أن تهوى الراية المسلمة إلى الأرض، كان القائد الجديد قد تسلمها بيمينه وساق بها رياح النصر في عنفوان واستبسال عظيم. ولم يكن هذا القائد سوى حذيفة بن اليمان، حمل الراية من فوره وأوصى بألا ندع نبأ موت النعمان حتى تنجلي المعركة. ودعا نعيم بن مقرن فجعله مكان أخيه النعمان تكريما له. أنجزت المهمة في لحظات والقتال يدور، بديهيته المشرقة ثم انسناك الإعصار المدمدم على صفوف الفرس صائحا: الله أكبر، صدق وعده، الله أكبر، نصر جنده. ثم لوى زمام فرسه صوب المقاتلين في جيوشه ونادى: يا أتباع محمد، ها هي ذي جنان الله تتهيأ لاستقبالكم، فلا تطيلوا عليها الانتظار، هيا يا رجال بدر، تقدموا يا أبطال الخندق وأحد وتبوك. لقد احتفظ حذيفة بكامل حماسة المعركة وأشواقها، إن لم يكن قد زاد منها وفيها. وانتهى القتال بهزيمة ساحقة للفرس، هزيمة لا تكاد تجد لها نظيرا. هذا العبقري حين تضعه صومعته في حماسته وشجاعته، حين تضمه صومعته، والعبقري في فدائيته حين يقف فوق أرض القتال. هو كذلك العبقري في كل مهمة توكل إليه ومشورة تطلب منه. حين انتقل سعد بن أبي وقاص والمسلمون معه من المدائن إلى الكوفة واستوطنوها، وذلك بعد أن أنزل مناخ المدائن بالعرب المسلمين أذى بليغا
مما جعل عمر يكتب إلى سعد كي يغادرها فورا بعد أن يبحث عن أكثر البقاع ملائمة، فينتقل بالمسلمين إليها. يومئذ من الذي وكل إليه أمر اختيار البقعة والمكان؟ إنه حذيفة بن اليمان. ذهب ومعه سلمان بن زياد يرتادان للمسلمين المكان الملائم. فلما بلغ أرض الكوفة وكانت حصباء جرداء مرملة، شم حذيفة عليها أنسام العافية فقال لصاحبه: هنا المنزل إن شاء الله. وهكذا خططت الكوفة وأحالتها يد التعمير إلى مدينة عامرة، وما كاد المسلمون ينتقلون إليها حتى شفي سقيمهم وقوي ضعيفهم ونبضت بالعافية عروقهم. قد كان حذيفة واسع الذكاء متنوع الخبرة، وكان يقول للمسلمين دائما: ليس خياركم الذين يتركون الدنيا للآخرة، ولا الذين يتركون الآخرة للدنيا، ولكن الذين يأخذون من هذه ومن تلك. وذات يوم من أيام العام الهجري 36 دعي للقاء ربه، وإذ هو يتهيأ للرحلة الأخيرة دخل عليه بعض أصحابه فسألهم: أجئتم معكم بأكفان؟ قالوا: نعم. قال: أرونيها. قال: أرونيها. فلما رآها وجدها جديدة فارهة، فارتسمت على شفتيه آخر بسماته الساخرة، وقال لهم: ما هذا لي بكفن؟ إنما يكفيني لفافتان بيضاوان ليس معهما قميص، فإني لن أترك في القبر إلا قليلا حتى أبدل خيرا منهما أو شرا منهما. وتمتم بكلمات ألقى الجالسون أسماعهم فسمعوها: مرحبا بالموت، حبيب جاء على شوق، لا أفلح من ندم، وصعدت إلى الله روح من أعظم أرواح البشر ومن أكثرها نقاء وتألقا وإخباتا.